السلام عليكم يا باشمهندسين، مرة تانية بنتجمع علشان نشوف مشروع جديد عشان نشتغل ونشوف فيه ازاي يفكر وازاي يشتغل في مشروع فندق زي ده، ازاي هنا عمل البلانات، ازاي عمل الغرف بالشكل ده. هنا كان بيشتغل على شكل الكيرف بالشكل ده، وهنا جزء الفندق قسم مشروعه على نصين. النص الاولاني اللي هو الفندق جه هنا في المكان اللي انا بشاور عليه ده، الجزء ده هو الغرف كله بالاستراحات بالخدمات بالكور بكل شيء، هو ده الغرف. هنلاقيه متكرر معانا في كل الأدوار، من الأدوار المتكررة والأدوار حتى الدور الأرضي، حتى الدور تحت الأرضي، كل الأدوار هنلاقي فيها متكرر الجزء اللي فيه الغرف. والنص التاني اللي هو النص ده اللي هو بقى فيه كل الخدمات اللي عندنا المفروض بتتعمل في البلاتفورم بتاع الدور الأرضي، زي المطاعم، الكافيتريات، القاعات. الجزء بقى اللي هنا في النص ده حط فيه جيم وسبا وجاكوزي وحاجات خدمات وكده علشان يعمل الفندق بتاعه. فهنا زي ما احنا شايفين ده الدور المتكرر للغرف، وهنا في كور الخدمة بالخدمات اللي فيه، وهنا عمل مجموعة من الأعداد وليها اتصال بالجزء اللي فوق ده، لأن المشروع اتعمل على كذا مناسيب. لجزء مثلا معمول حاجة زي هضبة أو جبل صغير أو حاجة، فالجزء ده الجزء ده معمول بارتفاع عالي شوية، وده اللي معمول تحت بارتفاع أقل. فبالتالي هنا كان في اتصال من هنا على الجزء المفتوح، الجنينة أو الحاجة اللاندسكيب اللي معمول ورا هنا. تعالوا نشوف مع بعض بلان تاني. هنا برضو زي ما احنا شايفين ادي برضو بلان متكرر بتاع الغرف، جزء المتكرر بتاع الغرف مع الـ هنا الخدمات، وهنا الجزء التاني اللي فيه مجموعة قاعات، قاعتين اهم زي ما احنا شايفين، ودي قاعة تانية ودي قاعة اجتماعات، وهنا في زي مطعم او حاجة زي كده قعدات وانتظار وكده، وهنا في مطعم، ادي ترابيزات مطعم هنا في الحتة دي علشان تبص على اللاندسكيب اللي معمول هنا. نشوف بلان تاني هنا برضو نفس الكلام ده، هنا هنلاقي برضو قعدات هنا في المكان ده زي سيتنج اريا كده، وهنا برضو في مطاعم، وهنا برضو زادت اجزاء تانية مع وجود قاعات تانية فوق القاعات اللي احنا شفناها مرة تانية. وادي جزء برضو الغرف هنلاقيه متكرر معانا في كل الادوار اللي بنشوفها. طيب نشوف كمان بلان تاني هنا، ده بقى بلان اللي فيه الدور الارضي اللي هو المدخل، مدخل المشروع اهو من هنا زي ما احنا شايفين. وهنا بقى في زي مطعم كبير بتاع الرئيس بتاع الفندق، وهنا السيتنج اللوبي بقى الكبير بتاعت الفندق بالريسبشن، الريسبشن بتاع الفندق الكبير وكده، مع برضو زون الغرف زي ما هو ثابت بيتكرر معانا في كل الادوار دي. فكرة كتلة المشروع زي ما قلنا قسم العناصر اللي عنده قسمها نصين، وخلى الجزء الأوسط هو جزء بقى اللي هو قادر يعني بيعمل زي ايه، بيخلي فيه فويد او بيخلي فيه توجيه داخلي للعناصر اللي عنده على الجزء اللي فيه السبا والجزء اللي فيه الجاكوزي والحاجات دي، النادي الصحي عامة هنا في النص، وهنا دي الغرف هنا داخليا وخارجيا، وفي هنا جزء برضو المطاعم والكافيهات والقاعات والريسبشن بتاع الفندق والسيتنج اريا، وكل الخدمات اللي هي بتاعت في البلاتفورم عندنا حاططها في النص ده. ده جزء السبا، السبا بلان، الجزء اللي في النص بكل الخدمات بتاعته بكل الحاجات اللي فيه، عاملها هو بتشكيلات كده دورانية مختلفة يعني جديدة وغريبة. وهنا هنشوف برضو أحد البلانات برضو اللي يعني يمكن أوضح شوية، هنا برضو هنا باين فيها الغرف
اهي بالشكل ده، وعمل هنا غرف تانية يعني باك تو باك، وعمل هنا برضو المطاعم هنا، ودي جزء السيتنج اريا الكبير جدا اللي الجزء المفتوح هنا، وبار وجزء مطاعم، وهنا جزء القاعات بالميتنج روم هنا، حط كل الخدمات موجودة هنا، المطعم بالترابيزات مختلفة طبعا هنا، وفي تيرس بره حاطط فيه طبعا ترابيزات تانية علشان تبص على اللاندسكيب شكله مختلف ده. هنا طبعا ده شكل الكتلة من بره، شايفين هنا طبعا شكل الجزء ده الخلفي، حمام السباحة هنا اهو في الحتة دي، والجزء الجرين اريا لاندسكيب، وهنا هنشوف شغل المناسيب اللي معمول في الارض، وده اللي يعني حاول المعماري انه يطوعه يخليه يعمل البلان بتاعه بنفس تشكيلات الأرض، مش مجرد إن هو يروح يحفر ويشيل الأرض دي ويساوي الأرض كلها، لا ده هو لأن الأرض نفسها فيها المناسيب دي حاول يستغلها ويعمل عليها على أساسها التصميم بتاعه.